أخي؟ إيه حاكي شالو؟ إيه شالو؟ كيفك ريشي؟ أنت منيح صهري؟ إيه كلياتنا بخير، أنا وأيوش ولاكشمي كمان منيحة. هربنا بس بالأول اتضاربنا معهم وأزيتهم كمان، ما رح ينسوها بحياتهم. وأخيراً نحن رح ناخد لاكشمي على البيت. إيه باني اسمعيني، أحكي مع أهلي وقولي لهم إنه نحن مناح. طيب رح أحكي معهم، لا تقلق. أيوش سوق بسرعة، خلينا نرجع على البيت. يلا. أنت شو قصدك؟ اللي أنا بقصده ببيتنا، خدنا عليه. شو؟ ما رح أخدهم لهنيك ريشي، ما بتركك وأنت بهاي الحالة وما رح وصلك على بيتك. لا لا بتروحوا معي. إيه هيك قصدي، خدنا على بيتنا هلا. لا ما رح أخذك على بيتك، منروح عليه بعدين، رح نروح على القصر، ببيت أهلك بترتاح أكتر. أيوش ما في داعي، روح لعند أهلي هلا، بدي أكون أنا ولاكشمي لحالنا. يلا. بس يا ريشي. أيوش خدنا على بيتنا ويا ريت تسوق بسرعة. كل شي منيح لاكشمي. كيفك؟ صار شي؟ إيه كتير منيح، مشكور، شكرا. ايه يا ريت تخبرني. شكرا. الشرطه وصلت لهنيك وكله رح يكون تمام. بتمنى يكونوا بخير. قولي لي شالو. مرحبا عمي، كيفك؟ انا حكيت هلا مع ايوش. ايوش وريشي ولاكشمي بخير، ما تقلق، قدروا يهربوا من العصابه يا عمي. لوين راحوا؟ ما بعرف، وبصراحه نسيت اني اسالهم. ايه خلص، ما انا قصه، طالما هن سوا ما في داعي لحتى نقلق. وانت كمان ما في داعي تقلقي. ايه وانت كمان ما تقلق عمي. لا انا ما عاد قلقان، طالما ريشي ولاكشمي سوا هلا وماني متوتر. شالو بحكي معك بعدين ولا يهمك. طيب. اخي ريشي بظن عم نتلاحق، في سياره ورانا. معقول؟ سوق بسرعه لانه هدول نفس المشكلجيه. بس هلا اخذنا على البيت ايوش. يلا انا جاهز. لحظة، يمكن عرفوا انه لاحينهم، اكيد انتبهوا، ما تخلي السيارة تغيب عن عيونك. ها يلا ايوش، يلا سوق بسرعة لو سمحت. يلا يلا. ايوش كيفك؟ صار شي؟ ايه كتير منيح، مشكور، شكرا. ايه يا ريت تخبرني. شكرا. الشرطة وصلت لهنيك وكله رح يكون تمام. قولي لي شالو. مرحبا عمي، كيفك؟ انا حكيت هلا مع ايوش. ايوش وريشي ولاكشمي بخير، ما تقلق، قدروا يهربوا من العصابة يا عمي. لوين راحوا؟ ما بعرف، وبصراحة نسيت إني أسألهم. إيه خلص، ما أنا قصة، طالما هن سوا ما في داعي لحتى نقلق. وإنت كمان ما في داعي تقلقي. إيه وإنت كمان ما تقلق عمي. لا أنا ما عاد قلقان، طالما ريشي ولاكشمي سوا هلا ماني متوتر. شالو بحكي معك بعدين ولا يهمك. طيب. ممتاز أيوش، لو سمحت سوق بسرعة، ما توقف، أسرع. ممتاز، كتير منيح أيوش. هالشي مستحيل. أيوش يمكن راجا طلب الدعم من رجاله. ايه صح ريشي، ونحن ما فينا نواجههم لحالنا، هالشي رح يشكل خطر على لاكشمي وحياتها. اكيد لازم ننقذ لاكشمي فورا. ايه صح، هي اهم منا هلا. أيوش بدنا حل تاني. انا كتير مبسوطة هنن هلا بخير، كتير منيح اللي صار، منيح انهم بخير. هي شوفي مرت عمي. شو بكن؟ شو اللي عم بيصير؟ انتم مبسوطين كتير اليوم، يعني في اخبار منيحه؟ قصدي ريشي ولاكشمي كل شيء منيح، هنن بخير. مرت عمي ريشي وايوش ولاكشمي بخير، ما تخافي اكيد جايين.
واخيرا انا عن جد كثير فرحانه لهم، وهلا صار فيني اشرب كوكتيل الحليب. شو؟ ايه هاد ميلك شيك. ايه صح هذا هو نفس الشيء، تمنيت هذا الشيء من قبل وقلت بس ترجع لاكشمي وريشي بخير رح اخذ منهم الكوكتيل واعمل كمان شويه حلويات واحط عليهم بوزه من اللي بتحبها لاكشمي. وكثير طيبه ايه مع الكوكتيل بتجنن، انا مبسوطه. اسمعيني اسمعوا منيح، خبروا ريشي ولاكشمي انهم بس يطلعوا ما يروحوا على بيتهم دغري. إيه؟ انا هلا رح اتصل فيهم وخبرهم يجوا لهون، بس ما في مكان يقعدوا فيه. مانك بوعيك انتي؟ فكري شوي، خليهم مباشرة يروحوا على القصر الكبير، هيك كان قصدي. هنيك في ممرضة ورح تهتم فيهم كتير منيح وبصحتهم، ورح يلاقوا أكل منيح كمان وفيهم يرتاحوا مثل ما بدهم، ووقت بيحتاجوا لأي شيء رح يلاقوا فوراً. أما هون ما في حدا، ما عنا غير حمام واحد كمان، ولازم تنطري دورك لتفوتي على الحمام، وهيك بتضلي معصبة كل الوقت. عندي خطة، لقيت أيوش، خليك عم تسوق، لف هلا على اليسار ووقف بس تلاقي شي ممر مهجور، تمام؟ اتفقنا؟ ايوش انا ولاكشمي بننزل وانت بتضل تسوق، بس انتبه هدول شكلهم معصبين، ما تتقاتل معهم ابدا، وحاول ما توقف وما تشغل بالك فيني. ايه ما تشغل بالك فيني، انا بدبر حالي. طيب سوق بسرعة. ريشي هذا خالي عم يتصل فيني. ايه بابا ما تقلق، نحن مناح منحاكيك بعدين، ما تشغل بالك. ايه ابني شو صار؟ سكر الخط. أيوش بترجاك سوق بسرعة، لا إشي مكان مهجور، لف على اليسار من هون، من هون واقف عند حارة مهجورة، أنا وياها رح ننزل بعدين، كفي أنت وسوق بسرعة ماشي، أسرع يلا يلا بسرعة. أيوش مو هيك؟ ريشي من عائلة غنية وكبيرة ما؟ وما رح يكون مرتاح بهيك بيت صغير، ما أنه متعود أنه يعيش هون. بس يا مرت عمي هنن عايشين ببيت صغير هلأ شبك؟ يعني فكري فيهم شوي كيف رح تكون حالتهم، فهميني كيف رح يهتموا ببعض وهن بهيك وضع، نحن هون بنهتم فيهم احسن. لا طبعا ما فينا، انت عقلك في شي يعني؟ مالك طبيعيه عن جد، فكروا شوي، انا عم فكر بمستقبلكم ولهيك عم بحكي هالكلام، وهذا الشي منيح لنا كمان وحتى منيح لريشي ولاكشمي، لا تحاولي تتزاكي علي، عم تفهمي؟ اكيد دماغكم معطل. باني هالشي ما رح يصير ابدا، الخاله نيلان ما رح تخلي لاكشمي تفوت على البيت، وبلا لاكشمي ريشي ما بيفوت على البيت. اكيد بتعرفي شالو، بظن في حدا عمل شي للاكشمي ولريشي، دائما في مشاكل بحياتهم وما عم يقدروا يكونوا مع بعضهم او حتى يعيشوا بسلام. بتمنى بس انهم يوصلوا بخير وسلامه. هلا بتمنى تلاقي مكان تخبى فيه. ايوش شو هني شكله في طريق مهجور، وقف السيارة هنيك. ايه ايه بسرعة.